انا خلصت. طيب قبل ما عزيز ابراهيم ما يقفل الحلقه، انا مبسوط جدا وسعيد جدا ان ربنا وفقنا انك تكون موجود معانا النهارده، سعيد جدا بالمردود من خلال الحوار اللي عملناه معاك، ان احنا لمسنا حاجات كتير جدا. انا نفسي رغم ان اعرفك من 12 سنه شفت فيك مناطق جديده النهارده رائعه. ارجو ان الجمهور يكون استمتع بهذه الحلقه وانه يطمن على النادي الاهلي فيما هو قادم من ايام، طول ما فيه ناس زي الشاب الجميل ده مهتميه انها تخلص لناديها وتفكر لناديها وتبتكر لناديها. ما تخافوش عليها هشام. يعني نسيت حد واحد هشكره، انا اسف، انا اسف طبعا. محمد جمال صديقي وساعدني في الحفله جدا جدا عشان برضه حقه، ولحقني في حاجه كنت محتاجه فيها، فبشكر محمد. ومحمد فؤاد هو صاحبنا، الاثنين اللي بنغني مع بعض في الباند احنا الثلاثه، هو ما عملش حاجه بس انا بشكره عشان ما يزعلش، عشان هو احنا دايما احنا الثلاثه مع بعض يعمل حاجه بعد ان شاء الله المره الجايه. فبس قلت اشكرهم احنا اللي بنشكرك. وانا والله اسف قوي 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 ان انا قعدت المده دي، والله احنا سرقنا، والله العظيم احنا اللي اسفين ان احنا عطلناك. لا والله، لا والله، انا متشكر جدا على كل المساحه دي. قدمنا للجمهور وقدمنا للناس نموذج اهلاوي رائع، نموذج شاب مبدع متنوع في قدراته، كمان طموحه غير محدود، هو عاشق لله. هشام جمال كان رسالة، كان نموذج الفخر بالأهلاوي، عاشق الأهلي، المبدع المبتكر الطموح اللي دايما وأبدا أحلامه ملهاش حدود. هشام جمال كان رسالة مهمة جدا لكل شاب، ورسالة فخر لكل أهلاوي. كنا سعداء جدا بيك. انا اللي اتبسطت. واخيرا طبعا طبعا كنت بقى مستني في الاخر خالص، شكرا يا كابتن محمود الخطيب على مشاعرك وعلى ثقتك وعلى صدقك وعلى ان حضرتك مثال فعلا للاهلاويه وللناس اللي عايزه تبقى ناس محترمه وناجحه. فبوجه لحضرتك شكر على كل الحاجات اللي حضرتك بتعملها ليا شخصيا وللنادي ده اللي انت بتحبه فعلا، وفعلا بتحط مصلحته فوق مصلحتك الشخصيه. اول مره نكسر التوقيت، حاجز الوقت كمان كمان وما يقطعوش علينا، وما يقطعوش علينا، ما يزنوش في ودننا. كل الناس مستمتعه لان الاهلي يستحق. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعه مساء الاثنين القادم ان شاء الله.